هيبان. المهم انك تفضل متدارع عندي دلوقتي، لانهم اكيد قلبين البلد عليك. انت بتعمل معايا كده ليه؟ بعدين هتعرف. يلا 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 تعالى يلا، واعتبر البيت ده بيتك. يلا يلا حبيبي. بيتك ده؟ الحمد لله نعمة يا ابني. وإيه اللي معادك في الحتة المقطوعة دي؟ دي هو النصيب يا ابني. انت ايه حكايتك بقى بالظبط؟ طلعتلي منين وسحبني وراك وانا مهودة وكلامك بالقطارة؟ ربك عايز ينصفك وانا مجرد سبب. انت باين عليك راجل طيب. انت اسمك ايه؟ خدامك يونس. العفو عم يونس. ربنا يخليك عم يونس. انا مش عارف من غيرك كنت عملت ايه. العمل عمل ربنا يا ابني. برضه تليفونه مقفول. انا مش فاهمه ايه حكايته. تلاقيه بس مشغول شويه والشغل واخده حبتين. يا سلام، انا وشغلي بقى ان شاء الله. وبعدها لك يا بطه، مش كفايه اللي انت عملتيه في بورسعيد مع سمكه؟ بقول لك ايه يا حسن، البت دي بالذات ما تجيبليش سيرتها. انا مش فاهمه، البت دي طلعت لنا من انا مصيبه، وبعدين هي مالها ومال علي؟ وانت مالك انت؟ يا سلام، هو مش علي ده اخونا ويخصنا؟ ايوه يخصنا. خلاص يبقى مالي بقى وستين مالي كمان. بصي بطة يا حبيبتي، انت الحاجة الوحيدة اللي ليا في الدنيا دي كلها، وكل املي ومنايا ان اشوفك احسن بنت في الدنيا وابقى مطمن عليكي طول عمري. بس انا عايزك يا حبيبتي كده تشيلي اي حاجة من دماغك وتهدي، وان شاء الله ربنا يقدم لك اللي فيه الخير. خلاص يا تطا؟ ماشي. بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تقلع يا عم النضارة دي وحشتني. ادي يا ست النضارة، قطيع النضارات واسنانها. 7 سنين وانا عايش هنا لوحدي، بعد ما غدر بيا البحر وخدها مني. كانت كل شيء في حياتي من يوم ما اتجوزنا، ما كناش نسيب بعض ابدا، ما فرقناش عن بعض غير موتها. ومن يوميها وفي ساعة معينة يجيلي الهاتف، اخد اللانش بتاعي واروح لحد المكان اللي غرقت فيه، واشكلها همي واحكيلها على كل حاجة حصلت لي. وانا متأكد يا ابني انها بتسمعني. ربنا يصبرك عم يونس. الصبر مر يا علي. طب اشمعنى المكان ده اللي اخترت تعيشوا فيه؟ البيت ده بنيته بعد موتها عشان ابقى قريب منها واقدر كل يوم اروح ازورها، بعدين ابقى بعيد عن الناس. حكم البعد عن العالم غنيمة، ابقى مني للسماء والبحر. ايوه عم يونس، بس الوحدة مرة وانت كده مش هتقدر تنساها. ومين قالك ان عايز انساها؟ هتفضل في قلبي طول عمري، وحفضل شايفها بعناية طول ما انا عايش. لازم تنبه عليها يا خال، اوعى تتكلم قدام البوليس. مش اللي انت حكيت لي عليه ده هو اللي حصل؟ انا عمري كدبت عليك؟ ايه لا سمح الله، انت بتكدب. اقص عليك يا خالف، ما تقولش على نفسك كده. هو حد مودينا في داهية الا كدبك وزناخة مخك؟ خلاص بقى قفل على الموضوع ده. هي سمكة فين؟ حابسها في اوضتها. وبتقول عليا انا اللي زناخة مخ؟ انت اتهبلت يا خالف، هتغلط في خالك وقاعد قدامك. مش قصدي يا خال، انا قصدي نقرب لها الباب، تخرج نقطرها، نعرف مكانه نبلغ البوليس. يا ما شاء الله ما شاء الله عليك يا واد يا خالة. يا واد اوعى تقول الكلام ده قدام حد يحسدوك. اول مرة تتكلم صح، اول مرة في حياتي احس انك بتفهم يا خالف. او ما افتح للبيت سمكة راح عليها. مالكش دعوة. تعالى يا بت.
كده برضو يابا؟ اهون عليك تعمل فيا كده؟ يا بنت انا بخايف عليكي، والله خايف عليكي. الواد علي ده بقى مجرم، ده بقى تل قتل. لا يابا، انت ايه اللي جابك هنا يا بوز الاخص؟ لا بقى يابا، علي بريء والمجرم هو اللي قاعد قدامك ده. بس يا بنت الكتف بلاش قله ادب. لا مؤاخذه يا خال، لو اتكلمت هقطع لحمك. لا مؤاخذه يا خال، انت ايه؟ محدش مال عينك؟ لا مؤاخذه يا خال. بس يا حمار، لا مؤاخذه يا خالف. يخلصك كده يابا؟ المجرم السافل ده يشتمني وانت قاعد؟ معلش يا بنتي، حقك عليا، ما انا شتمته اهو ومعزق. قوم يا ريت تمشي من هنا. قوم وما تجيش البيت ده تاني. قوم يا مدام تقيل، انا عارف ايه اللي كان لطشني في دماغي عشان اوقف انت اجوزك بنتي. ابن عمتها وخلف اولى بزفاره سمكه. طب امشي يا زفر من هنا، امشي يا اخويا، قوم اطلع. ماشي يا خال، بس ما تنساش اللي اتفقنا عليه. اتفقتوا على ايه؟ اتفقتوا على ايه يابا؟ مبسوط يا اخويا؟ قوم بقى من قدامي، افتح راسك. عارف ايه اللي بيعجبني فيك يا خال؟ ايه يا خالي؟ انك عامل فيها خالي بجد. طب غور من وشي بقى. ماشي باي. هتكليله يا ساتر يا ساتر. سمك يا بنتي، ما تقولي لي انت الحقيقه، ايه اللي حصل بالظبط؟ والله العظيم، والله العظيم ثلاثه يابا، علي مظلوم. الله، ما مين اللي ضرب الواد شباره بالمطوه؟ بوز الاخص خلف كان عايز يضرب علي بالمطوه، جت في شباره وانا هشهد بكده. ما تقدريش، تقدريش يا بنتي. ساعتها هيقول اه، ما السمكه دي بتحب الواد علي عشان كده عاوزه تبرقه. ما انت كمان يابا، انت اشهد معايا. كان على عيني يا بنتي، هو انا كنت موجوده حبيبتي؟ يعني اشهد كذب؟ تحب ابوكي يطلع كذاب؟ طب وبعدين؟ علي يروح في شربه ميه كده؟ ما هو مفيش قدامنا يا بنتي غير ان الواد علي ده لازم يهرب، لازم يختفي تماما وما يجيش هنا ابدا. تفتكر كده يابا؟ اه، هو في قدامنا غير كده سمكه يا بنتي؟ يا عم يونس، ده انت استحملت حاجات كتير قوي. ان شاء الله ربنا هينصرك يا ابني، وتأكد اني هقف جنبك لحد ما خلصك من الورطة دي. ربنا يخليك يا عم يونس، انا مش عارف من غيرك كنت عملت ايه. انا عايز اطمن على امي، هكلم حسن يطمني عليها. الو، ايوه حسن. لا يا عم، اخوك واقع في مصيبه. يا ساتر يا رب. ايه يا علي، في ايه؟ طب احكي لي. طيب يا عم انت ما تقلقنيش. ايه؟ طب وبعدين ليه؟ هو ما كانش في حد واقف ولا ايه؟ طيب ماشي ماشي. بص يا علي، قول لي انت فين دلوقتي بالظبط وانا اجيلك. اوعى حد يقطرك وانت جاي، احسن يعرفوا مكاني. اه، الواد خلف ورجالته دول قلبين عليا بورسعيد. بقول لك ايه، لو امي سالتك عليا طمنها وقول لها ان انا عندي شغل ومش فاضي اتكلم. بالمره بقى حسن احتياط، يعني ما تتصلش بيا، انا هبقى اتصل بيه. طيب يا علي ماشي ماشي، بس بقى طمنا عليك عشان كده انا قلقان. ادهولي ادهولي اكلمه النبي يا حسن. استني بس شويه. لا مفيش، دي البت بطه عايزه اكلمك تطمن عليك. بطه؟ لا لا لا، والنبي حسن مش وقته، قول لها هبقى اكلمها بعدين.